رمضان كريم عليكم أحبتي وين ما تكونون، وبرنامجنا والحلقة الأولى من برنامج المحطة. ربي يتقبل صيامكم وطاعاتكم، مو شرط كل القطارات اللي موجودة بالحياة السريعة هي الأفضل، وخاصة إذا كان هذا القطار هو قطار العمر. مرات الإنسان يعني يخاف على عمره ويخاف أنه يكبر بالعمر. أيضا مو شرط التوقف بالمحطات لازم يكون مختصر، في بعض الأحيان نريد هذه المحطات تطول وتطول أكثر ويزيد وقتها، خاصة إذا كانت هذه المحطات هي محطات الطفولة والشباب وإحنا نريدها تطول أكيد يعني. أيضا دير بالك تصعد إلى القطار الخطأ، ودير بالك تنزل بالمحطة الخطأ لأن راح تكلفك الكثير. من يقول القطار إذا حرك يفوتك؟ لا أبدا، صدقني ما يفوتك، لأنه يرجع والرجعة ونوقفه بالمحطات اللي نريدها. اليوم ببرنامج المحطة راح نوقفه حسب ما إحنا نريد بالمحطات اللي إحنا نريدها. خلينا نتعرف وياكم على ضيوف حلقتي الأولى من برنامج المحطة في هذا المكان الجميل، المكان اللي كل شخص عنده بذكرى جميلة، هذا المكان اللي هو الشركة العامة لسكك حديد العراق. رحلتي راح تكون مع ضيفين من محافظتين مختلفتين. ضيف الأول هو السيد محافظ بغداد، السيد محمد جابر العطاء. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، ورمضان كريم، تقبل أعمالكم وعلى جميع مشاهديكم الكرام، أن يكون هذا الشهر شهر خير وبركة وغفران ذنوب إن شاء الله. إن شاء الله. وفعلا محطة تعتبر لغسل الذنوب والانطلاق إن شاء الله. إن شاء الله. أعمال إن شاء الله. ضيف الثاني من محافظة أخرى وهو السيد محمد جميل المياحي، محافظ واصل. حياك الله ورمضان كريم عليك. مساء الخير عليكم السيد المحافظ، مشاهديكم الأعزاء، رمضان مبارك، صيام مقبول، وكل عام وانتم بخير. الله يخليكم. طبعا يعني هي مصادفة جميلة، احنا حكينا بالكواليس لكن اليوم مصادفة كل جميلة، محمدين واليوم مميز. هو اليوم تاريخه 23/3/2023 وبكرة جمعة واليوم أول حلقات البرنامج، فهذه مصادفات ما أعتقد دائما تكون موجودة. شنو رأيك؟ مباركة لأنها أول ليلة الجمعة في رمضان. الجمعة سبحان الله. إيه. واليوم الذي به كل المسلمين العالم توحدوا في هذا اليوم بيوم صيامهم لأول يوم من شهر رمضان المبارك. فعلا هذه همينة يمكن ميزة أنه نتوحد إن شاء الله بالعيد، همينة يكون واحد إن شاء الله. أيضا أريد يعني بالبداية شوية نريد نعرف من عندكم جيتوا للبرنامج، من اتصلوا بيكم؟ عادي عرفتوا انه البرنامج يمكن اسمه المحطة، لكن ما ادري شنو اللي دار يعني مخيلتكم، الاسئلة راح تكون شلون. خليني نبدي من استاذ محمد، شنو السؤال اللي كنت تتوقع انه تنسأل عنه في هذا البرنامج؟ اول سؤال تنسأله. والله أنا هم بوقت الأسئلة شوي. لا لا تحكي على البوقة يعني. قال هو يعني بعدين يعني مو يعني هذا قبل ما أوصل. زين. بس بالبداية قالوا استضافة مع قناتكم الكريمة. زين. فدائما وأغلب المحافظين. إيه. إنه رأسا حيكون ما هي. سؤال. إيه. على الخدمات والمشاريع والخطط والموازنة المقبلة وماذا تطمح وماذا هذا كان. دائما هي الأسئلة الروتينية الواقع العملي اللي تمر بيه انت، فكانت يعني اتوقع ان حتكون هذه الأسئلة اللي كل القنوات تسأل بيها، بحيث انه انت مسؤول على جزء مهم من اجزاء العراق هي المحافظة والعاصمة، وماذا تطمح وماذا تريد وماذا ستفعل. هذا كنت اتوقعها في كل هذا توقعك، ولكن من جيت هنا قلت يعني لا تحكي من الكواليس. لا خلينا نشوف سياده. قالوا لا، قالوا اسئله تختلف. انا راح اقول المياحي. شرف سياده المياحي. شو توقعت يكون؟ انا بالتاكيد نعم، البرامج الرمضانيه ربما بها نكهه خاصه، هي بها جانب اجتماعي اكثر مما هي جانب اداري او سياسي او خدمي. حقيقة نحن مسؤولين تنفيذيين بشكل خاص، وخاصة المحافظين، الحقيقة احنا ظالمين عوائلنا بشكل كبير جدا.
ظالمين أصدقائنا أقاربنا. فحياتي الاجتماعية هي عندنا شغل يعني. لذلك ممكن بهيك برامج تبين نعم. شخصيتكم الحقيقية. تالي بأنه واحد هسه من يقلب محطاته بأنه يشوف يعني احنا أنا أعتبر نفسي الآن مو يعني كأنما واحد ملتحق للجيش مثلا بالعسكر يعني. لذلك حياتنا الاجتماعية شوي عندنا مشكلة بيها مع عوائلنا. ففكرة موفقة أنه برنامج يأخذ جانب مهم من محطات الإنسان. كل احنا نحتاج مراجعة يعني. اي بس يعني احنا ردنا الاختلاف اليوم ردنا الاختلاف يعني. عادة راح تنسألون ممكن عن الانجازات وما انجازات وما هي الامور اللوجستية في المحافظة وهاي، لكن اليوم لا، راح يكون اكو اختلاف بالموضوع. احنا لا ضير نعرج شوية على هذه الاسئلة لازم يعني، بس اليوم اكو اختلاف. وانت خلال شهر رمضان اكيد احنا اليوم اول يوم نعتبره يعني بعد ما كامل اليوم، لكن لازم اسالك فطورك اليوم شلون كان؟ اولا يعني شهر رمضان السعدات خصوصا يعني احنا يعني باعتبار الى قدسيه نستعد الى قبل اول يوم. وكثير من عندنا يصومون قبل يعني استحباب شهر رجب وشعبان. نعم نعم. وخطبة للرسول صلى الله عليه وسلم هذا شهر شعبان قد انقضى أغلب أيامه، فتداركوا ما بقي منه باعتبار دي أيام مهمة مفترجة وبي ليلة نصف من شعبان وأيام كريمة، فيعتبر بداية إلى شهر رمضان. من يدخل شهر رمضان فعلا غير روحانية وغير تعامل إلا نكهة خاصة ايه. وأول يوم فطور مثل ما يقول اسمه طبعا عندي جزء يعني اجتماعي متمسك به، فكان مع اخت وحده الله يحفظها ان شاء الله. كان عندي فطور عند اختي باعتبار انه اول يوم وقليل ويوم يعني خميس وباكر جمعه. هل هالايام الخميس والجمعه احنا شوي عندنا فسحه بالليل؟ هو يعني لازم اعرج على الالتزامات. عاده الالتزامات هي اللي تخليكم. بقيت ايام ما اقدر يعني حقيقه انه يعني حتى لو نرجع متاخرين ومشكله لحد الان المارسه انه البريد وياك جنط من البريد، تكون تسهر الى مرات ساعه 2 ساعه 3 تم بريدك باشر من الفجر تكون انت مستعد. فعندنا مشكله خلينا نقول التزامات البيتيه هي محسوبه على البيتيه بس ما نقدر. لكن اول يوم رمضان يرادفت العائله احنا 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 اخذناك اليوم من الاجواء الرمضانيه في البيت صح؟ اليوم انت في بغداد يعني البرنامج هو الساعه 11 يعني ليش تاخرنا شوي عليكم؟ نعم حقيقه يعني اول يوم رمضان انا على مستوى الشخص ايضا الاستاذ محمد كل احنا نتمنى يكون اول يوم مع العائله طبعا ايه هذا الى نكهه لازم نعم. يعني انا جيت يوم شوي كان عندي التزامات هواي فوصلت بعد الفطور بساعه للبيت فلقيتهم ماكلين شوربه بغل ولا شرب فانا ساطلبهم اليوم بعد لا احنا لازم نسوي مناشده يعني بس شوربه لك كل شيء والله لقيت الباقي قالوا حسبانهم مفطر برا فلقيت المتبقي الحمد لله لازم تلقى المجرم اللي يشرب الشوربه زين احنا نناشد الشوربه مال استاذ محمد لازم تنوجد يجوز ترجع من ترجع مسوي لك شوربه غير شرحه خلصت اليوم زين يعني محافظتين مختلفتين إلها عاداتها وتقاليدها المختلفة وإلها عبقها وتاريخها وغيرها، فبالتالي هنا تكون الأجواء مختلفة وهنا تكون الأجواء مختلفة. حكيتونا عن مثلا أول يوم رمضان من تكونون ويا العائلة يكون الإفطار لازم وياهم وكذا، هذا إلى قدسيته. لكن أكو عادات من عادات رمضان تختلف ما بين بغداد وما بين واسط، خلي يعني من وجهة نظرك. صحيح يعني لازم أكو يعني ميزة تختلف. ربما في بغداد هسه ما اعرف انا يعني في الكوت شلون اكو صار جلسات هسه احنا نقول خارج الحكم التنفيذي والوظيفي. نعم. صار جلسات رمضانية ما بعد الافطار. افطار ايه. ربما بها نوع من الروحانية. بها نوع من خلينا نقول تتميز شهر رمضان. في بغداد يعني احسن على مستوى الشخصي ربما جلسات خلينا نقول بها توعيه بها ارشاد وبها مجالس وقد يصدى احد
من الخطباء من المثقفين، ومو شرط تكون يعني بأسلوب واحد، ربما جلسة ثقافية، جلسة سياسية، جلسة أدبية، جلسة أدبية يتميز بها شهر رمضان. وكنا نحضر يعني سابقاً، أكو بيوتات أيضاً في بغداد، بيوتات كانت تمتاز بهذه الجلسات الفكرية اللي يعني قسم فقدناها يعني هسه ما أريد أذكرها يعني كلها ليزعلون البقية، بس اللي ظال ببالي بيت الشعرباف، بيت الغبان، بيت الخاقاني، بيوتات كانت تصير بها ماكو موجودة هسه في بغداد، قلت وكانت يعني حضروها حقيقة من علماء العراق. ليش ما ترجعوها إذا أنت تتحن لها؟ بالتالي يجوز هسه الشباب اللي يسمعون مو صح ما يقولون إحنا همين نريد هذا المتنفس. يعني كان يحضرها مثلا المرحوم حسين علي محفوظ، حسين أمين، علماء يعني وحتى يعني علماء إسلاميين وعلماء خلينا نقول مثقفين وعلى مستوى أطباء ومهندسين. وكان في أحد هذا أستاذي اللي مشرف عليه برسالة الماجستير يحضر وعنده مناقشة. والله يا ريت من خلال يمكن من برنامج هي طبعاً جلسات سنوية، هي مو بس برمضان، لكن تميز في رمضان لها نكهة خاصة، إضافة إلى الجلسات اللي الرمضانية اللي خلينا نقول بها نوع من الثقافة الروحية اللي نحتاجها. يعني رمضان محطة لكل العمر. ممكن يعني ارجع لسؤالي، ممكن نعيد هيك ثقافه للشباب؟ بالتالي الشباب هسه ما عندهم غير متنفس غير المولات والمطاعم وغيرها، ممكن نعيد هيك بيوتات، هذه البيوتات تعطيهم الثقافه، تعطيهم الدين، تعطيهم التوعيه، تعطيهم والله كانت ذني المجالس حقيقه يعني حاضر كثير معدها، يعني حدا اذكرها بتفاصيلها من نوع الثقافه والادب والتوعية اللي يعطيها. وهسه الان اشوف يعني احنا هاي الآفة التليفون والانترنت وكل من قاعدين، ليش هذا العزوف يعني ماكو تقصير من ماكو اماكن وين يروحوا؟ لا هو طبعا سابقا بالبيوت يصير يعني جلسات في بيوت. يعني انا في بيتنا كم جلسه مستضيف. زين يعني قصدك انه يمكن الناس هي اللي اختلفت. اي يعني المفروض مثقفين هم ما شاء الله كثيرين انه يرجع يفعلون هذه ويسوي في بيته، وهي ما طبعا يعني ما تكلف كثير. لا احنا الشعب العراقي ما شاء الله يعني خير ينطي ويسوي ويكرم، يعني خصوصا في رمضان تمتاز حلويات مع خلينا نقول بعض الشاي والشربت وشي، وتعطيك فد غنى يعني روحي وثقافي مهم جدا، ويعتبر انطلاقه للمستقبل. هذه موجوده في بغداد سابقا وبكثره، خلت بس اكو طموح انه احنا نطمح لهذا ترجع هاي الثقافه. خليني انتقل اليك سياده المحافظ، واسط لها نكهه جميله جدا، انا اعتبرها جزيره يعني، والاغلبيه يعتبرها جزيره لانه مياه اكو داير مدايرها هوايه ونكهتها خاصه بالعراق. يعني انا يعني ما اعرف يعني هذا الكلام توافقني عليه اكيد. الأمور اللي كنتوا تسووها يعني نقدر نقول بالصبا بأيام رمضان، أكو عادات وتقاليد شلون نقول يعني تتجمعون هذه الأمور؟ إحنا ما أدري لمحي بس كان يمكن شغلة رئيسية برمضان. نعم حقيقة أنه الأساس أنه رمضان في كل العراق إلى نكهة خاصة. نعم هو في صلة أرحام، هو في تواصل، في ناس يعني كلها تطلع، هذا يطلع الحسينية، هذا يطلع البطولة الرمضانية، هذا يطلع الخيبس، هذا أصدقاء يجمعون في مكان معين، عوائل أيضا تطلع تتوضع. ونشوف الآن إحنا مثلا في مدينة الكوت الناس تبقى 2 بالليل، الأسواق يعني في ارتياح. سيد المحافظ يعني إحنا واسط بغداد، أكو تداخل كبير عشائري. يعني الآن إذا نروح إلى جزء ثلث بغداد هي من عشائر أمارة ربيعة وأمارة الزبيد، وأيضا عشائر كبيرة واسط هي أم القبائل والإمارات، بالتالي إنه خاصة واسط أكثر محافظة متداخلة مع بغداد حتى بمدنيتها بطبيعتها، منطقة محافظة عشائرية. أجزم إن واسط كلها سفرة ممدودة في شهر رمضان، بحيث كنا يعني سأنا حقيقة حالة كثير يعني
جوز الشهر كله محجوز بعزائم يعني ناس يعني مظائف مفتوحة وكلها تريد، ومو بس يعني على مستوى التكافل الاجتماعي أيضا. هذه موجودة لحد الآن؟ نعم واصف بالتكافل الاجتماعي ممتازة جدا، بحيث احنا من قبل شهر آلاف العوائل السلات الغذائية مو من الحكومة، لا مواطنين بيناتهم انه اكو جمعيات، اكو شباب، روابط، انه اجزم يعني بتوفيق الله سبحانه وتعالى انه اكو يعني اكو غيرة في واسط العوائل الفقيرة، العوائل المتعففة في كل الايام، روح الانسانية وخاصة في شهر رمضان. وما اعتقد انه شارع من الشوارع جيران جوعان اذا مو هم كلهم يكون اكو بعده هذه العادات، انه الجار يتفقد جاره موجوده. ما زالت الدنيا بخير، نعم بس الضوضاء المشاكل عامه اثرت على الناس، لكن الاعراف الاجتماعيه في رمضان ما زالت حقيقه. نجزم انه في رمضان وفي شهر محرم هذه لها روحيات يعني مخصصه، يعني فد شيء يعني نادر انه يتواجد ينوجد في الشهور الاخرى. اي يعني صحيح، بالتالي هذه فرصة انه شهر رمضان كنا نمر بظروف صعبة، المهم هو العودة الى الله سبحانه وتعالى. اكيد كل واحد فينا خلي يتذكر انه كل احنا عندنا ذنوب، عندنا مشاكل، عندنا مرات ننسى، مرات نقصر في صلاتنا، في صح. عباداتنا. بالتالي هذا الشهر هو شهر المغفرة، هو بعد اسمه شهر الطاعة. فالله سبحانه وتعالى انه هاي صلة التراحم، هدي الانفس، التقرب، هو ايضا هذا التواصل ويا الناس، هو بحد ذاته هو بفضل رباني كبير. اكيد اعتقد انه الواسط ايضا الان الحمد لله والشكر هي تنعم بعد، يعني محافظه على عاداتها وتقاليدها ما تغير بها في هذه الاوقات. احنا بدينا اول يوم مباشر راح تبدي انه الناس والتواصل والمجالس، المراكز الثقافيه، الندوات، المحاضرات الدينية والأدبية والبطولات الرياضية، يعني كلها مختلف الفعاليات يعني موجودة. حلو حلو الأجواء الرمضانية سبحان الله إلها فدمجة خاصة، يعني حتى الوقت، سماع القرآن قبل الإفطار إلى نكهته. أنت تسمع القرآن دائما، لكن نكهة سماع القرآن في قبل الأذان إلى نكهة خاصة. والله ذكرني أستاذ محمد، يعني فعلا في شهر رمضان اكو ناس ما تشوفهم بس بايام رمضان للدعوات، هاي التواصل بين صله الارحام. نعم. يعني هو عنده يعني مجلس سنوي انه يدعو الاصدقاء او العائله في وانا يمكن نعم بالنسبه لي او غيرنا انت سنه ما شايفه، فشوفي الفضل لشهر رمضان انه تواصل وصله الرحم في هذا الشهر. تسامح وطبعا في من تقعد في بيته وتفطر وتاكل من زاده، هاي اللي بقلبك اكيد وهو هم داعيك كله حيزول. هو هذا ميزه شهر رمضان، انه يكون انه تسامح وتقرب الى الله تعالى، وطبعا انما الدين المعامله. اكيد خليني ارجع شويه للمحطات اللي موجوده ببرنامجنا. اكو مقولات كثيره عن القطار ورحلات القطار ورحلات العمر، واحنا ورانا القطار ما شاء الله. ليش من جاب طاري قطار العمر واحد ياخذ له صفنه ودمعه بعينه، والثاني ياخذ له فد يعني ممكن اللي يدخنون جقاير ياخذ له جقاره او على صفحه، وواحد يحس بالخيانه، واحد يحس يعني دائما تتحول هذا الموضوع الى دراما. شنو من وجهه نظرك يعني هل هو صحيح فعلا انه احنا من نتذكر قطار عمرنا او من نذكر ذكريات خلال عمرنا هي لازم تولد هذه الدراما؟ هو يعني فتشي نفسي صحيح يعني ما تفضلتي، لأنه الإنسان الأشياء المحزنة الظلم تأثر به صحيح تنغرس بالقلب، والأشياء المفرحة يعني مو كلش تتركز، ولهذا الإنسان متذكر مفاصل حياته أو محطات اللي مر بيها، تقول مع الأسف أنا مريت وتوقفت بهذه المحطة كثيرا، وكان المفروض ما أوقف بيها، كان المفروض عبر إلى محطة أخرى. أكو محطة ووقفت بيها وقلت ليش وقفت بيها وشنو الخلاني أوقف بيها لو كنت مجبر مثلا؟ لا أكو مرات مثلا مش شرط أنه تكون محطات سلبية، بس كان المفروض
انه ما تمر بهذا المحطه اللي اجبرت عليها، لكن بالمستقبل قد هذه المحطه تعتبر تفيدك، بس انت في حياتك كان مثلا قسم من الامور انه ما يعني ما مفروض انه تمشي بهذا الطريق، كان المفروض انه لا احنا نريد مثال، بعد انت دخلت بالموضوع، مو انا دخلتك بالموضوع، نريد مثال. اكو فد امر يعني مريت بيه بحياتك او محطه مريت بيها بحياتك وصارت عندك ذكريات من عندها خلتك يعني من تتذكرها شويه تحزن او تضوج او ما تريدها تنعاد، وهي بها جانبين. لازم الجانب نحكي الجانبين زين. طبعا انا تخرجت بالدراسه الاعداديه في سنه 1980 من محافظه ديالى، وفي وقتها مو الاول على المحافظه، الثاني على المحافظه، بيني وبين الاول درجه واحده على المجموع ما شاء الله. فيعني يعتبر انه يعني خلينا نقول كنت متفوق بالدراسه في ودخلت الى كليه الهندسه جامعه بغداد، هندسه المدنيه. كان والدي طبيب، ولكثره معاناته وحياته والتزامه الطبي كانت حياته مؤله، وانا كان عندي ولع بالرياضيات وبالش اسمه هذا، رحت الهندسه ما رحت الكليه الطبيه، اللي اعتبرها اني مع الاسف افقدت هذه الخبره اللي يمتلكها الوالد. الوالد عنده مثلا خبره 35 سنه في مجال الطب، لو كنت انا مثلا رحت الى يعني خلينا نقول باتجاه الطبيه لكان كل الخبره يعطيك اياها اللي هو طبعا يمكن اول شخص بالدنيا اللي يريد انه يصير، يعني عاده الشاب من يكبر ما يريد يصير نفس اختصاص والده، يريد يكون هو باختصاص اخر. انت اعتبرها خطا باعتبار هاي الخبره اللي امتلكها هاي لا تقدر بثمن، مثل الارث وده ينطيك اياها ومن يعطيك اياها الاب. طبعا الاب كل انسان يريد يكون هو افضل ما يكون، عدا ابنه يريد يكون افضل من عنده، افضل من عنده صحيح. فلو كان انهم تجي بهذا الاتجاه بعد بس ما كان شفناك يمكن بالمحافظه، مو هيك هسه مو شرط يعني مو شرط. المهم فرحت الاختصاص يعني اخذت كليه هندسه. فالمحطه اللي يعني اثرت بي، تم اعتقالي في صف الثالث بشهر 27/4 نهايات العام الدراسي في سنه 1983، وفقدت الكليه في هذا الوقت. وهاي كانت فد محطه مؤلمه، هذه محطه مؤلمه جدا باعتبار يعني انه طبعا اعتقلت وسجنت سجن ابو غريب في زمن النظام البائد، وحكم عليه 7 سنين. يعني ولو باعتبار دراستك راحت، ها هي شبابك انقضى يعني. يعني في ذيك المحطه كانت مؤذيه كلش، ويعني فرق بين تكون انت اقرانك تخرجوا مهندسين وخبراء على مستوى العالم وانت فقدوك من هذا الجو. ولو انه انا في يعني حاولت اتغلب، بس السجن نفسه قمت ادرس على كتب الهندسه واقراهن، كان مسموح محافظ على الثقافه اللي فضليت اقرا هذا. انا طلعت من السجن ورجعت اخذت درست كليه الهندسه وتخرجت من عندها واخذت الماجستير. فالمحطه هنا كانت مؤذيه بالنسبه لي باعتبار انه يعني جزء من مسيرتي خلينا نقول المعرفيه والعلميه انقطعت، ولكن اضافت لي انه جزء اخر انه كيفيه التحمل والصعاب والصبر على المحنه هذه والتحمل يعني شدائد الحياه. وانا كنت صغير العمر يعني سبحان الله رب العالمين ما ينطي شيء. محطتين يعني هي محطه واحده ومحطتين لكن بها اتجاهات مختلفه، هم اضافت لك فكثير من العبر ومن المعرفة والتقاء مع أناس أنت بحياتك ما تصور. طبعا كان هم ذول كلهم من المؤمنين من الخيرين معتقلين لأنه كانوا معارضين للنظام طبعا، اللي التقيت بهم أنا في سجن الأحكام إن شاء الله إحنا نتمنى أنه هذه المحطات يعني ما تمر بها أو ما يمرون بها ممكن أولادك أو أحفادك أو غيرهم، لأنه بالتالي هي مؤذية، لأن أنت هسه حتى من دا تحكي بها هي مؤلمة. لكن المخرج أنا دا يقول لي أنه أكو فاصل حتى نرجع نسأل بس هي تعتبر محطة رئيسية في تغيير حياتي، أنه
كيفية أنه التعلم من هذه المحنة أو التغيير نفسي يعني في دخول، لكن هي محطتين يعني خلينا نقول بها اتجاهين مختلفين. أيوة إحنا على مدلين شفنا هذا التغير بالموت. خلينا هي رحلتنا ما انتهت ومحطتنا باقية، لكن خلينا نأخذ فاصل ونواصل. رجعنا وياكم مشاهدينا بعد الفاصل، وقطارنا مستمر ورحلتنا مستمرة في برنامج المحطة. كان سؤالي لسيادة النائب سيادة المحافظ عذرا عن قطار العمر وليش ينذكر بحزن ودراما، فشفناه شوية أخذ الحزن والدراما. خلينا نجي لسيادة المحافظ المياحي، همينا عندك محطة ورحلة قطار حسيت بها أنه ذكرياتك بها ما تريدها تنعاد والحزن موجود بها؟ بالتأكيد كل احنا نمر بهذه الظروف، يعني كل احنا نذكر طفولتنا. سيد المحافظ تحدث انه ايام النظام البائد اعتقد انه الشعب العراقي كله كان مسجون وعينا على الدنيا، انه من اول ابتدائي انا دراسة الصبح ومساء نشتغل حتى نقدر نعيش، يعني بالاول ابتدائي انا اشتغل يعني بالسوق، بالتالي انه كانت الظروف قاهرة يعني صعبة، التعب على وجوه الناس، الجوع، الدراسة صعبة أيضا، معلمين حالهم صعب، مدارس شنا كلش يعني عسى يعني نوع ما أفضل، يعني كان يكتلنا البرد داخل الصف، يعني صفوف لا بيها أبواب نهائيا، جامعة بيها متهالكة، بالتالي بأنه يعني محطة وخاصة هي من 92 إلى 2000 كانت كلش صعبة لغاية يعني شخصيا اللي هي المهمة اللي لابد المحطة اللي هي هاي نأكد إنه لابد كل شخص يعتمد على نفسه، هي هذه الاعتماد على النفس، إنه لا نظل عالة على عواننا. أنا يعني من الطفولة من الابتدائية إلى الآن أنا معتمد على نفسي، يعني اعتماد على الله سبحانه وتعالى. نعم أهلي لكن ظروف خاصة، بالتالي لحد أنا ما قبلت ماجستير أنا أدرس وأشتغل، يعني معيب يعني إنه واحد يعتمد على نفسه ولا يكون إنه طاقة سلبية، لا إنه يبقى يطور. وهذه أنا أعتقد إنه السيد المحافظ تحدث إنه داخل سجين والدراسة، شوف كل إحنا مارين بنفس الظروف، لو ما مر بهذه الظروف أنت ما توصل إلى مراحل متقدمة. هي انتكاسات تبني شخصية مثل ما تمر بظروف صعبة تعتمد على نفسك، تجاوزها محطة صعبة تجاوزها، أنه أنت تروح إلى محطة أخرى تعبر إلى أنه تروح لا تتقدم. كل إحنا عندنا طموح، بالتالي أنه حقيقة أنا من الناس أتحدث بصراحة ما شفنا شيء من طفولتنا صراحة، يعني أتحدث أنه مستحيل يعني أقول لك أنه شيء اسمه طفولة وترفيه يعني كانت طفولة صعبة يعني صعبة صعبة بالنتيجة أنه ظروف حوائنا، ظروف مجتمعنا، ظروف المحطة الزمنية اللي هي عقد من الزمن، الشعب مخطوف، بالتالي أنه ما تلقي بيت إذا ما بيه شهيد، إذا ما بيه مفقود، إذا ما مهجر، إذا مو فهذه صعبة، يعني حياة كانت مرة جاوزناها لكن هي خسرنا بها عمر، يعني فهي مو انه ذكريات مؤلمه، بالتالي نذكر اصدقاء، نذكر ناس اساتذتنا، نذكرهم اللي كانوا هم ايضا في اوضاع صعبه. مهم انه نستفيد من هذه المحطات، اليوم احنا مسؤولين بالدوله لا نخلي اجيالنا انه يعيشون مثل ما احنا عشنا، يعني حتى اطفالنا مرات مثلا الان اطفالنا يحبون يلبسون يحبون طبعاً. كذا مرات نقول يا بابا تدرون احنا كنا نلبس مثلا حتى تعلمهم شلون النتيجة انه اللي مر بهذه الظروف ما يكون مبذر، ما يكون عنده انه يتعامل يشوف انه اللي شايف هذا يجيبه بتعب مثل ما نقول. فمهم جدا انه انسان احنا خاصة العراقيين نختلف عن دول العالم كلها، العراقي ما يستسلم، العراقي انه يحفر بالصخر، العراقي كرامته غاليه جدا طبعاً. ما ينسى، المهم احنا ما ننسى الجرم اللي صار في الفتره ذيك،
مو فقط اللي هو الان احنا عسكرة المجتمع وغيره لا، لكن هو هذه الان الفقر اللي كان شقد عوائل ما قدرت تكمل دراسه. صحيح. شقد ناس فقدت ابسط مقومات الحياه اللي هي بعضها تمرض بعضها هذه، بالنتيجه انه نبقى انه لا ننسى هذا التاريخ الماضي. نتعلم انه لابد. هذه رسالة من عندك للشباب انه يعني انا طموحي حقيقة على مستوى الشخصي اقول انه الظروف اللي عشناها احنا اتمنى اكون اجيال ما تعيش ان شاء الله بوجود كمسؤول انا في الدولة. جزء من اهدافي انه الماضي اللي هو كان الحكم في الحديد في النار وايضا انه القحط والفقر، شقد اقدر طموحي شقد اقدر ابني مدرسة، شقد اسوي مركز صحي، شقد اسوي شارع، اعتبرها صدقه جاريه. فهذا يعني سجوز البعض يقول له هذا كذا، كل من الذي يفكر بنفسه خلي يفكر، لكن اللي عشنا احنا اتمنى ما يتكرر على ما يتكرر لاطفالي وغير اطفالي ان شاء الله. خلينا رحنا لاماكن شويه، حسيت مود البرنامج صار دراما فعلا، فخلينا نرجع شويه لقطارنا. راكبين قطارات؟ راكبين قطارات اكيد بالعراق لو لا بالعراق طبعا بالعراق لا احنا بالعراق الحمد لله ما عدنا بالكوت قطار ما عدنا سكه سر نسوي سكه قطار والله يا ريت تسوي يعني هذا هذا الريده وعد عدنا من عندنا مشروع ان شاء الله عندنا مشروع سكه قطار زرباط يا كوت سكه قطار بدنا نشتغل عليها كوت زرباط يا كوت كربلاء وكوت بغداد ان شاء الله هذا يعني مشروع استراتيجي من ضمن المشاريع استراتيجيه ان شاء الله. راح شوية نحكي ما موجود في المحافظة وغيرها. أكو شيء مهم اللي هو شبكة السكك الحديدية بالعراق وربطها مع الخارج والسكة الحديد اللي يعني تربط ما بين الفاو ويعني التركي. هذه السكة إيش قد ما هي مهمة، إيش قد ما هي ممكن تجيب واردات للعراق وللبلد وككل، وايضا بالزياره الاربعينيه احنا دا يدخل لنا يعني ايرانيين وزوار من يمنا 3 مليون زائر اي كثيرين، فبالتالي هذا كله موارد للعراق وللبلد. شنو اللي موقف هذا المشروع من وجهه نظرك؟ والله يعني مثل ما تفضل السيد المحافظ عندنا يعني سكك قطار مختصره وهي مبنيه من سابقا يعني هاي المحطه اعتقد بالخمسينات مبنيه وهي في يومها ولحد الآن يعتبر مثال من نعم من الأمثلة المعماري اللي يدرس الآن في كليات الهندسة المعمارية. هذه الشبكة كل دول العالم شبكة القطارات يعتبروها من أهم يعني أهم وسائل النقل ولما فيها من تقليل الزخم الترافيك بالشارع والاعتماد على النقل العام وجماليتها حتى روحيتها بها كثير من خلينا نقول الاثار البيئيه والصحيه وحتى النفسيه انه انت مرتاح توصل في وقت محدد في تنزل في مكان محدد. وقلت لك دول العالم كلش يعتمدون على سكك القطار وعلى المترو وعلى القطارات. لا واحنا ممكن يجينا وارد كلش هائل بسبب هذا الشيء، شنو اللي موقفه؟ اعتقد يعني هو مو الان توقف، هو توقف من قبل اصلا الثمانينات بدات تختزل هذه الشبكه الطرق اللي كانت يعني اصلها سابق يعني مو دا يسوون المترو ما مترو. فالان الان اكو توجه الى وزاره النقل انه يعيدون هذه المنظومه السككيه في سبيل انه ايضا مثل ما فضلت انه واردات وربطها بالخارج يعني اسهل طريق احنا يمكن على البلدان الاخر الصين غير البضائع غيرها يعني هي اصلا هي اصلا بغداد كانت مربوطه باوروبا نعم تركب منها من هالمحطه وكان عندنا سكه حديد البريطانية همينة تركب هذا المحطه تنزل الى دول اوروبا اي تمر بتركيا بلغاريا ببقيه توصل الى اواسط اوروبا طبعا تبدل القطارات ولكن هذا مربوطه يعني مش اسمه. وكذلك كانت انه هذاك طريق بري طريق الحريري اللي كان يعتبر طريق مهم جدا وعندنا سكه قطار انا شايفها يطلع من بغداد وانا كنت ساكن في مدينه دياله وتمر دربندي خان وشايف القطار ويوصل الى اطراف الحدود
الإيران، بس ما أدري كان يعني يدخل جوية ولا، بس كانت سكة قطار يعني معتمدة وتمر مدينة معقوبة ولحد الآن موجودة مع الأسف. يعني توجه خطط ما عندنا لهيك شيء انه تضغطون مثلا على والله احنا بالعكس يعني كلش مهم، احنا دائما في نقاشات انه في تفعيل المترو والقطار المعلق واصلا سكه القطار اللي تربط بين المحافظات، كلش في نقاش يعني في توجه مهم انه يكون لها حظوه خصوصا في الموازنه ويا هالازدحامات هذه اللي موجوده في مهم بغداد. يعني الحقيقه موضوع سكك الحديد أتحدث بصراحة تامة، ليش ما تصير عندنا بالعراق؟ والله يا ريت. إيه لأنه ما جاي نفكر استراتيجي، نفكر كل من مشاريع أم السنة أم السنتين. خلينا نعطيك معلومات مهمة في سكك الحديد، وخاصة هالفترة أنا كلش مهتم في هذا الموضوع. أول دولة في العالم في السكك هي الصين، شبكة القطار. ثاني دولة إسبانيا. إسبانيا الآن تنفذ مشاريع استراتيجية في الدول العربية لسكك حديد، من ضمنها سكة حديد مدينة مكة اللي الآن نفذت وهي من أسرع القطارات. نعم. الآن قطارات العالم أفضل القطارات إنه 400 كيلو في الساعة. يعني شبه الطائرة. فعلاً. الآن إحنا ندرس كمحافظة واسط سكة قطار مهران كوت كربلاء ومهران كوت بغداد، من كوت إلى بغداد 45 دقيقة. هذه شقد تفيد؟ في يعني القطار اللي هو متوسط، مو هو الحديث اللي هو الآن 200 كيلو في الساعة، 45 دقيقة موظف يروح ويرجع إلى بغداد. هذه دراسة لحد الآن؟ نعم، لاندا ندرس بها. القناة الجافة السيد رئيس مجلس الوزراء يوم أمس في تركيا صار حديث أنه ربط سككي. تدري الآن الصين تفكر، هاي معلومة، الصين تقول 2050 تربط العالم كله في الصين. في الصين العالم، وهي الصين هي بحثها قارة. احنا العراق هكذا ما نفكرنا بمشاريع. خلنا نعطيك فائدة الآن، أنا إذا ربطت سكة قطار مهران كوت كربلاء سنويا وارثة 500 مليون دولار فقط مسافرين طبعاً. عدد تجاري عدد بغداد كوت، هذا واحد. اثنين خلاص من هذا طريق الموت. اثنين احنا إذا نعطي أقل شيء بالسنة 500 حالة وفاة، أقل شيء كل المحافظات سنوياً إذا ما أريد نخسر في 500 مليار على الطرق الخارجية. صحيح. في كل العراق. ليش عجلات هواي؟ الآن نصير عندي سكك قطار، بعد أولاً حالات الحوادث تقل بشكل تام، هاي السيارات الآن فقط في واسط يومياً عدد العجلات اللي هي واسط اللي هي نقول محافظة يعني. نعم. 300 ألف عجلة يومياً في واسط بغداد، زياده يمكن 4 مليون 4 مليون هي مصممه 300 ل 400 نعم. الف سياره. نعم، كل احنا نسمع صار اليوم 4 ملايين عجله في بغداد. نعم، من 20 سنه نسمع قطار عشرة معلق في بغداد. يعني مشكله، لان ما نفكر يا حكومه مثلا تجي تسوي لجنه وكذا. يصير ترام، يصير حتى ترام، يصير اذا فكرنا بشكل جاد. إذا فكرنا وهذه المشاريع أنا أقول لك إياها الآن، شركات عالمية مستعدة تجي تأخذ استثمار بغداد. الآن أنت إذا تجي تسوي قطار المعلق يوميا يحصل كذا مليون دولار عدد الناس. الآن كل إحنا إذا نريد نطلع بغداد أقل شيء باليوم فد أربع ساعات أنت بالازدحامات. صحيح. ومليارات جاي نخسر، فك اختناقات مجسرات. بغداد هي مدينة بعد تصميمها العمراني ما يتسع لهاي الناس، ممكن تضغط من مكان عملك. نعم. حول هذا، فهذا الملف أنا أعتقد أنه لابد كدولة أن نفكر به بشكل جاد، نفكر به استراتيجيا، نخلي لبنى الأولى، نجيب شركات عالمية متخصصة في ربط العراق. والعراق أنا أقول لك ممكن الشركات العالمية داخلين وياهم في ورش في أربع سنوات ممكن يربط لك شبكة قطار في كل العراق. لكن الذي يتعامل مع جهة واحدة، شركات العالمية شركات محترمة، ما يجي بالروتين ويجي مدري منه ويجي يكون هو يفتر بحده، لا، نطيه مشروع قيمته شقد 10 مليار دولار أربع سنوات كاملة، وجوز ياخذ بعشرين سنة ياخذ إيراده هو. يعني اكو شركات عالمية تشتغل بالآجل. يعني بين قوسين تقول انه الروتين هو اللي يقتل لا التأكيد. ما عندنا قرار ما عندنا قرار نسوي هيك مشاريع. ما عندنا قرار تروح الدراسة الاستراتيجية الآن للعراق تلقين كل المخططات لسكك القطار. احنا محافظة واسط الدراسة الهيكلية اللي عندنا انه شبكة قطار من افضل الدراسات، وكل المحافظات
وما زالت أكو ملامح لها قديمة بعضها. القناة الجافة الآن إذا نفذ هذا المشروع اللي هو بصرة عمارة كوت ديالة سليمانية أربيل يوصل وين؟ إلى تركيا. نعم. يربط بأوروبا. هذا الخط هذا الخط راح يربط العالم. لكن أكو إرادة دولية ما تريده، مستعدة بعض الدول تنفذه مجانا. نعم. لكن هو أيضا مهيئ يعني لأن هذه ضغوط خارجية. هو العراق يراد به أن يبقى هكذا، لكن الآن إحنا مثلا في الدراسة اللي عندنا اللي هي ربط الواسط هي بوابة شرقية للعراق. نعم. تربط كل الدول الأوروبية الآن البضاعة الروسية الإيرانية الهندية الصينية ممكن تدخل من البصرة ومن الكوت وتعبر إلى دول الخليج ولا الدول المجاورة للعراق. مش قد واردات هاي تجي للعراق. بالتالي احنا لابد أن نفكر بهذه المشاريع الاستراتيجية، المشاريع هذه المشاريع التنموية. الآن احنا الخطر الحقيقي اللي عندنا شنو؟ خطر الحقيقي هو البطالة. هذه المشاريع الشغل الناس، سكك القطار ربحت إذا كذا ألف مئات الآلاف من الناس راح تشغل، راح تخفف من زخم الاستهلاك اليومي للوقود. حتى البيئة نعم. تنظف صح. أكثر. زين هسه أنا أريد يعني أوصل لنتيجة إنه الدراسة هذه وين وصلتوا بها؟ هل راح هو إحنا لو هذه الملفات تكون ملفات محلية ممكن أنا أتقدم بها خطوة. لا السكك ملف اتحادي صحيح. وزارة النقل يعني حقيقة وزارة لم تستقر برأيي الشخصي أنه من 20 سنة هي يعني أكو تداخل في عملها. نعم. الشركات العاملة بعضها خسرانة والتدافع السياسي على هذه الوزارة، ولا أنه أهم وزارة في العراق هي وزارة النقل. نعم. وأغنى وزارة ممكن تكون في العراق هي وزارة هي فعلا. دولة بحد ذاتها وزارة النقل يعبر عنها هي أم الدولة، هي من تحدد موارد هائلة للدولة، لكن الآن هي وزارة استهلاكية الحقيقة لأنه أكو مشاكل حقيقية في بنيتها في هيكليتها وبمشاريعها استراتيجية. يعني أنا مرة قرأت أنه مدينة أحد المدن الأوروبية فرانكفورت سكانها 750 ألف ليلا وخمس ملايين نهارا، معناه انه يعني ورا الدوام كلهم يروحون. زين شلون يروحون الى هذه المدن اللي حول؟ اكيد يعني اكو فد وسيله لانه اكو اعظم شبكه طرق موجوده بالمانيا بحيث الى ابعد مجمع سكني عن مركز 12 دقيقه مربوطه يعني بطريقه يعني خلينا نقول مترو وانفاق وجسور وابداعات هندسيه موجوده عندهم. هذه الان مثل ما تفضل سيدي المحافظ إذا تبقى بهذا التخطيط أنه مجرد شوارع ريفية وتبذر أموالنا إلى هذه المشاريع، إذا ما يصير عندنا مشاريع استراتيجية وشوية خلينا نقول نضغط على نفسنا أنه نبني ذن المشاريع في سبيل نسوي تخطيط استراتيجي. إذا سويت أنا سيادة المحافظ يعني طرح هذا الموضوع قال أنه أكو جهات تسبب هذا الشيء، هم اكو جهات اخرى تمنع طبعاً. هذا الشيء هو مو تمنع لكن المصالح سياسيه ومصالح اقتصاديه يغلب المصلحه الاستراتيجيه ومصلحه العليا للمحافظه او للبلد اصلا يصير عند هذا خلينا نقول الشطحات يصير عندنا اي يعني يصير انه بعد التجاوز على المصلحه العليا نريد المصلحه الخاصه وموجوده تدافع سياسي موجود وكل ما نريد انه يحصل موقع هنا ويستفاد. نشوف في دول مجاورة يعني يعني أكو هسه نسمع إنه مصر الجديدة والدائرة الإدارية الجديدة وغيرها، يعني نقدر إنه مثلاً بالعراق الأمور في تجربة ديمقراطية ما موجودة كل دول العالم. مثل ما بداية الحديث إحنا كنا قبل من نظام شمولي وضغط ودكتاتوري ما حد يقدر يتكلم، وكان هناك مسجون مجرد عنده فكرة مناهضة ما يعني بايح بيها ولا حاكي بيها ولكن يدرون بيها هذا فكرته مناهضة ينحكم عليه. الآن ما حد يقدر يمنع أي واحد من الكلام. تمام. كم قناة فضائية موجودين؟ نعم. زين كم فكرة الآن تطرح وشقد أكو اعتداءات وكلام مسيء لأشخاص ولا رموز دولة ما حد يحكي عنه لأنه أصبحت الديمقراطية أكثر من اللازم. خلينا نقول يعني فهموها بطريقه خاطئه. طيب صارت بطريقه فقدرسه السيد المحافظ ايش الديمقراطيه؟ هي مو انتخابات. جوهر الديمقراطيه مؤسسات. انا موظف الان السيد المحافظ موظف
ونروح يجي غيرنا يكمل. اكو مؤسسه تشتغل. نعم. احنا ما نشتغل الا هو اكو فرق الان. احنا اكو خطا استراتيجي، هاي وزاره الحزب الفلاني، لا الوزير هذا خزاني، وزاره محسوبه على، لا هي مو الوزاره، هو الوزير سياسي، الوزير سياسي مو الوزاره سياسيه. انا اجي ابدل استاف الوزاره كلها واجيب كلهم لون واحد واسوي عمليه تخادم مع الاخرين، لا. احنا الديمقراطيه هي مؤسسات، الجوهر الديمقراطيه ما هو المنجز اللي يتحقق من الانتخابات. ولكل الان تاي امريكا، كل الدول الان يتبدل الرئيس يجي رئيس، نفس السياسه الاقتصاديه، صح، نفس النظام الاداري، نفس المؤسسات. يعني احنا الحقيقه دائما نذب اللوم على الشعب. الفرق هالمرات شنو نقول؟ نقول الفرق بين النظام لو المنظومه. المنظومه النظام، انت الان دستورنا على علاته هو من افضل الدساتير بالمنطقه. نعم. التداول السلمي، الفصل بين السلطات عندنا رائع جدا، لكن اكو تمدد سلطه على اخرى، هذا من الممارسه. عندنا باب الحريات في الدستور، انطينا احد احنا انا جزء اختصاصي في هذا المجال، انه شوف دستورنا في هذا المجال من افضل الدساتير في العالم في باب الحريات. يجي شلون ننظم العلاقه بين المكونات وبين الاديان ما له علاقه على الممارسات الفرديه الخاطئه اللي هي تيجي تعم على الدوله. نعم. ومثال عندنا الامام السيد السيستاني عظيم في مساله انه حمايه الحريات، وعظيم في مساله الامام السيستاني من المراجع النادرين في العالم اللي يؤمن بالتعدديه والمواطنه واحترام الاخر. وانطى صوره رائعه. ذلك احنا احيانا ممارسات بعض المنظومه، سيد المحافظ اشار الى شيء مهم، الاشياء الخاصه، من صارت اغلب المشاريع هي سياسيه باطار تجاري. فعلا هو يمكن هذا اللي احنا نريده. من انا افكر هذا المشروع خاف ينجح، خاف يضرب بصحتي الشخصيه، اخاف هذا الوزير ينجح ويصير عنده، او هذا رئيس الوزراء انه راح يتمكن والناس ويخدم الناس ويكون عنده قوه. يمكن عذرا سياده المحافظه قاطعك، قدتني الى سؤال اللي هو انه واسط اخذت في العام 2022 وزاره التخطيط، في وزاره التخطيط اخذت المرتبه الثالثه بالتنميه. نعم. ومن ناحيه المشاريع والعمران وغيرها وهاي، يعني خليني أشاكس شوية بغير محافظات، إذا انفتح كورنيش تصير هلمة وبروباغندا إعلامية ولقاءات وكلام وحديث ودعاية انتخابية وغيرها، الخلل وين؟ يعني الحقيقة احنا شهر رمضان ما نريد نروح ندخل في أشياء أخرى، لكن الواضح أنه أكو سوداوية كبيرة تمارس على محافظات الوسط والجنوب. يريد يطلعونا فاشلين وفاسدين وما يقدرون يبنون محافظاتهم ومو قادة. لا والله، أنا أقولها، أبناء الجنوب من خيرة القادة فيهم. آلاف الشباب أفضل من عندي ممكن يصدون لمسؤولية محافظ ووزير وأعلى مسؤولية في الدولة إذا انطيناهم فرصة وانطيناهم ثقة بأنفسهم. آلاف الكفاءات عندنا، لكن يريدون أنهم من يفسح لهم المجال. الآن محافظاتنا أكو نهضة عمرانية بها، لكن عندما تتفق كل الأحزاب بعدم تسييس ملف الخدمات، حينها سينطو ملف الخدمات بشكل تام. مو ما عندنا قدرة أنه نبني ونعمر، لكن نحتاج البيئة السياسية اللي تحتضننا. أنا اليوم إذا أنجح والسيد المحافظ ينجح، كل الأحزاب تستفاد. صحيح. كل الأحزاب تستفاد من إحنا ننجح. يعني الناس راح تشوف شيء ملموس. إعادة ثقة الناس بالدولة إحنا مسؤولين عليها. صحيح. المسؤولين التنفيذيين. صحيح. فأنا إذا أنت هذا حزب يضعفني وهذا يسقط بي وهاي الفضائية طلع بس الأشياء السلبية بمكان معين أنه تكبره وتعظمه وإحنا عندنا إنجازات كبيرة أنه يحاول يعتمها، فهذا الحقيقة أنه أكو إعلام منظم مو قضية عفوية على محافظات، على أهلنا، على ناسنا، حتى يبقون متشائمين، يبقون محبطين، يبقون عايشين بالطين والمشاكل. فهذا أيضا هي رسالة مهمة إحنا في هذا الشهر رمضان، أنه لكل أحزابنا، لكل القوى الاجتماعية، مسؤولين التنفيذيين يحتاجون دعمكم. أكيد. يحتاجون إن أنه إحنا اليوم ما مبخلين، عندنا أخطاء نعم، لكن جهودنا كلها لخدمة الناس، بالتالي من نتعاون جميعا محافظاتنا تستقر ونروح نفكر بالمشاريع الاستراتيجية. لحد الآن إحنا مشاريعنا مشاريع متلكة، يعني خل أقول إنه مشاريع
هي أعمال يومية، لكن مشاريع التنموية الاستراتيجية تحتاج إلى إرادة حقيقية. طبعاً يعني يمكن الحديث سريع صار، ما يعني ما حسينا بالوقت صح؟ لو شنو؟ بلي صار. يعني الحديث كان ممتع. لا مرتاحين بالعكس. مثل أول يوم برمضان دخلوا الحمد لله إنه كان. زين تصدقون إنه رحلتنا انتهت؟ بعدنا ما بدينا. بعدنا ما بادين. هذا شيء جيد انه انتم ما حسيتوا بالوقت. شكرا شكرا جزيلا لحضوركم وهذه الطله المختلفه في هذه الليله الرمضانيه المباركه. شكرا لك سياده المحافظ على جيد ان شاء الله، ورمضان كريم عليك وعلى العائله. كلمه يعني بسيطه لانه على مود نختم ختامها للشباب. يعني هو اي يعني برنامجكم موجه للشباب أن يستفيدوا من هذه الفرصة الموجودة، لا يعتبروها فترة مظلمة كآبة أتعين ما أتعين، خلي يعتبروها فرصة، لأن العراق يمر برغم الظروف الصعبة اللي موجودة، ولكن يعتبر يعني من الدول اللي يعني يعتبر أنه أكو فرصة ناجحة أن تكمل كلية براحتك، تكمل دراسة براحتك، مدارس موجودة، فرص العمل لا تروح أنت دائما تريد ألا تعين. طبعا أكو فرص تقدر أنت تخلق النجاح بيدك. أكو الآن الدولة توجهها أنت تعطيك مساعدات لمشاريع صغيرة، لمشاريع تنموية، شركات صغيرة تبدأ تعمل. العراق مستقبل، وفي بغداد أكو نهضة عمرانية، وأكو توجه استراتيجي لاستيعاب كل الطاقات. إن شاء لا تتصور أنه يعني أنت حياتك مظلمة وما أبني مستقبل، لا بالعكس، أنه المستقبل موجود والعراق بخير، وإحنا كنا لخدمة ولدنا وشبابنا وأهلنا. إن شاء الله إن شاء الله. سيادة المحافظ يعني بالحقيقة في هذا اليوم المبارك، يعني حقيقة كل هدفي وطلبي من أخوتي وأصدقاء الشباب أنه لا يستسلمون، لا يعتقدونهم غرباء بلدهم، العراق مالتهم، العراق ملك لهم، بالتالي أنه خليهم يعتمدون على نفسهم مثل ما شار السيد المحافظ شارة مهمة. لن نظل إحنا أن فقط نريد الدولة هي توكلنا وتشربنا، إحنا نعتمد على نفسنا، إحنا نخلق الفرص، إحنا نتحدى الصعاب ونبني أنفسنا بنفسنا، والاعتماد على النفس. حتى الوظيفة في الدولة جزء من الأيام الدولة تعلن إفلاسها، بالتالي إنه لابد نخلينا خطة باء. إن شاء الله. طوروا أنفسكم كل واحد منا اليوم، أنا شخصيا كل واحد يحتاج يقرأ، يحتاج يتعلم من التجارب الناجحة، الاعتماد على النفس، أيضا لا ننهزم أمام الشخصيات الخطأ. إن شاء الله. ندعم الإيجابية، ندعم الناس الناجحين، ونحتز بعراقيتنا، والقادم أفضل إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا لحضوركم. طبعا إحنا يمكن مخرجنا إحنا دخلنا على الليلة الثانية، اليوم الثاني. إذن يعني كانت رحلتنا جميلة لهذا اليوم، إن شاء الله نوعدكم برحلات قادمة، ومحطتنا موجودة وقطارنا مستمر. إلى اللقاء.